أهلا وسهلا بكم يا شباب. اليوم جاناكم مقطع جديد عن لعبة ستاردو فالي. اليوم بهذا الفيديو راح نشرح طريقة تحويل لعبة ستاردو فالي العادية إلى ستاردو فالي تستقبل المودات يعني بشكل يعني شامل عن اللعبة. عندك ستاردو فالي أو اسما بي 3.18.6، هذا أول ملف لازم تنزله واللي هو من موقع اسما بي، اللي هو هذا من هنا راح تثبت. اذا عندك مشكله يعني راسلهم على الديسكورد، ريدت، الى اخره، بلاير جايد اذا عندك ايضا مشاكل، فايضا نروح على البلاير جايد. ثاني ملف واللي هو ستارديو فالي اللي هو ملف اللعبه لازم موجود، ثبته من هذا الملف، اما تنزل من الديسكورد او التليجرام. احنا شرحنا طريقه التثبيت مال ستارديو فالي على شكل صور لان هذا الشيء ممنوع باليوتيوب، فمن تثبت او تنصب راح يكون بهذا هذا الشكل. ايضا هذا الملف مسحه لان ستارديو فالي اللي هو 1.5.5 ما يدعم هذا الاصدار. اوكي، هاي معلومه حلوه. نروح على هذا الملف اللي هو اسمابي، نروح على ريد مي اللي هو اقراني. بدا تعال من هنا، سديت علينا الشاشه. فريد مي هنا عندك تنزيل تلقائي فما اريدها حاليا، مانوال اللي هو يدويا. نروح على فك ضغط اللي هو هذا اذا كان نظامك ويندوز او اذا كان نظامك لينكس الى اخره. نروح على ترنل بعدين ويندوز اذا كان نظامك ويندوز او اذا كان نظامك بقيه الانظمه يعني. فتروح على ملف اسمه انستول دوت دات. اوكي، سوي له نسخ حتى لا نعبث هذا الملف، نخليه هنا. لو بعدين شو يقول لك دوت دات حولها الى دوت زت اي بي، ملف مضغوط كل سهله. نروح عليها هسه نطلع عليه مرتين نفتحه، هاي جميع الملفات موجوده. هسه نخلي هاي على صفحه حاليا، ندخل على ملف اللعبه وبعدين نروح على ملف اسمه ستارديو فالي، ستارديو فالي دوت بهذا الشكل بهذا الاسم. أنا موجود، هذا هو ستارديو فالي هذا الشكل. يقول لك نسخة the game folder and rename the copy. اوكي، يقول لك copy أول شيء بالبداية، هذا هو تعال نسخناه، نسخة هنا نحطها وبعدين نسوي له رينيم، ناخذ الاسم الجديد مالته على الشكل كوبي، نسوي له رينيم لصق دوسله اوكي، بعدين تنقله ملف اللعبة. واضح ان شاء الله؟ واضح. هسه تجي جميع الملفات الموجودة هنا، تنسخها كلها أو تحولها يعني على السريع، تنسخها أو تحولها بهذا الشكل. بهذا الشكل راح اللعبة تشتغل وما بيها أي مشاكل. نفتح اللعبة حتى نتأكد. هذا مثل الكونسول طبعا بس اسمه CMD هنا بالبي سي يعني. هسه راح يحمل المودات، راح يقول لك هنا ثلاث مودات. نعم، هاي ثلاث مودات، هاي المهمة، مودات مهمة لازم موجودة. وأيضا لازم تنزلون كونتنت باتشر، هذا الكونتنت باتشر هو اللي يشغل المودات بقية المودات. اللعبة مو جاي تغلق، نروح مرة ثانية نشغلها. نعم، وأخيرا حلو، وأخيرا اشتغلت اللعبة. عندي صوت عالي وايضا حتى العالم محفوظ عندي بعد ما جربت الطريقة.
هاي اللعبة أمامكم شغالة، إذا واجهتك مشاكل هنا أيضا تقدر يعني تكبر يعني الـ UI مالته. أوكي خلصنا من هاي اللعبة، حاليا نروح، طبعا خلص الشرح هنا، تقدرون يعني تقدرون الفيديو، نروح على البلاير جايد يعني إذا عندك مشاكل باللعبة. نروح على انستول، عندك هنا المودز نية تنزلها، يعني إذا تريد مودز موجودة هنا بالنكساس مودز، طبعا لازم تسوي ريجستر حتى تحمل المودات، أكيد لازم تطلع على الريكويرمنت متطلبات هذا المود وإلى آخره. عندك مود دروب اللي هو أيضا موقع ثاني بس الأفضل نكساس مود، وإذا ما عجبك حمل من هذا. عندك أيضا الملفات إذا ضاعت عليك الملفات، يعني هاي الملفات مالته وين موجودة، الأنظمة اللي تشتغل عليها اللعبة هنا موجودة، أو اللي تشتغل عليها الأسماء دي. عندك لينوكس يشتغل، ماك فول سبورت، ويندوز إلى آخره، نينتندو ما مدعوم، وبقية الكونسول ما مدعوم إلا ستيم داك مدعومة مع but may increase power usage، يعني ممكن يعني يستهلك طاقة أكثر. الأندرويد مدعوم، أما بالنسبة للآي أو إس ما مدعوم للأسف، وايتابل يعني على الاي او اس. بالنسبه للميوت بلاير حلو، create a spirit folder for each mod group in your game folder like mods and mods mute player. حلو، create a shortcut to file in your game folder right click الى اخره. هاي مات الاونلاين، يعني لا تريد تلعب اونلاين ويا المودات، يعني هاي instructions كلها instructions هنا حسب النظام إلى آخره. هنا إذا عندك مشاكل trouble shoot كذا. يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أعجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك، شكرا على حسن المشاهدة ومع السلامة.